ينضم لنا على المباشر الأستاذ عماد بن حليمة. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا سي عبد السلام، تحية ليك ولكل متابعيك، وشكر خاص على المجهود اللي قاعد تقوم به. يعيشك أستاذ عماد. نحكيه على زوز مواضيع الليلة إن شاء الله. الموضوع الأول هو التضييق على الكلمة الحرة والتضييق على الأصوات الحرة، الممنهج تو الناس ولا تحكي إلا يتكلم ولا لا ينقد، يا إما أرسلمان كما تعرف ابحث وامشي ويجا، يا إما ندكوه في الحبس. هذا الرأي السائد تو في المجتمع التونسي، وهذا شنو تقول العباد. دونك أنت أستاذ، شفنا خبر يقول كونه الأستاذ عماد بن حليمة مثلا حكم ب سنتين سجنا غيابي، شنو صحة الموضوع هذا وعلاش أستاذ عماد؟ والله من جد قلت لك علاش هذا الموضوع مش موجود. باهي، دونك ما فماش منه الكلام. هذا ما تعرفوا، نحن دخلنا في مرحلة عبثية منذ مدة الحقيقة. وأنه عندهم فما ناس لا حسيب ولا رقيب، يحكيوا كيف ما يحبوا، عندهم حماية، ودخلنا في مرحلة نتاع انه الناس ولات متلحفه بلحاف النظام الجديد. هذوما الناس اللي صالحين لكل الازمان وكل الانظمه، ولا ضغطوا شي يحبوا يحكيوا كيف ما يحبوا، وعندهم الحمايه معناها ياسر ياسر، حاله صرنا مستوى متدني لاقصى الدرجات نتاع صحيح. معناتها تحس فما ناس فوق اوتسو دو لا لوا، فوق القانون، يتكلموا يقولوا في ينسبوا حاجات غلطه للناس اخرين، لكن ما يتحاسبوش، في حين انه اللي يعطي رايه في هذا المسار او اللي يعطي رايه في حاجه معناها ما اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. هيك شفت ديرنييرمون اللي صار للصحفي زياد الهاني، شنو رايك في اللي صار له؟ شوف، هو فما اللي تحسوا فما قتل بطيء لكل عقل وكل نفس مختلف. معناها اليوم راهو المالكي وسائل الاعلام في القطاع الخاص كلها خايفه، كلها تعمل تحت التهديد، ولو معناها وصلنا للمرحله واضعف من اللي كنا فيها قبل تاع التوسونسور. اليوم كيف تشوف انت يعني في البلاتوات مثلا، شكون ولاو يجيبوا؟ كل واحد كل بلاتو ولا يشارك. نحكي في البلاتوات تاع الفكر، مش نحكي على التفاهه والاشك بشك، نحكي على البلاتوات اللي عندها طابع سياسي، ولاو يحاولوا يجيبوا المطبلين والمطبعين وال هذوما يعني بشكل مقزز. اليوم كي تشوف انه اللي كانوا معنا بالقرب هما توا في المرتبه الاولى، كانوا الوليدات نتاع لي جيلي روج، حتى من الحزب تاع نبيل ومجموعه يوسف الشاهد، كلهم ولاو ما شاء الله عليهم فاهمين المسار، وناس تدافع على المسار وتدافعوا ضد الفساد وضد كذا. يعني هذا التحول والتلون نحن مش نقدره راهو ما نجموش. اليوم البلاتوات بدات تضرب، وانا متاكد اللي من هنا العامين ثلاثه اخرين برشا اذاعات وبرشا ثلاثه بتسكر، ما عادش عندهم خيار، وناس كل خايف مش قاعده تو. ما عادش تشوف انت قبل ما تحكي على زياد الهين، اي البلاتو اللي كان ضارب برشا كنت نحضر فيه انا. اي بالضبط، باش نسالك عليه هذاك شنو اللي صار. اي اللي صار انه واحد يعني من الزملاء ديالنا احد وزميل حتى في المعنى الاستاذ انيس بوغتا حكى على الكرم القابض، على خلفيه ايقاف المدير العام للكرم القابض، وقال وانه المدير العام هذا موقوف معناها مش فماش حاجات قوية ضده، وأنه راهو في نهاية المطاف راهي لجنة التصرف في الأملاك المصادرة اللي ترأسها وزارة المالية هي المسؤولة عن التفويض في الأملاك هذه. كلام هذا ما عجبش وزارة المالية، وزارة المالية هي وزارة الإشراف على شمس فان،
فبعد نهارين او ثلاثه كان الاستاذ انيس بوغتاس هو اللي يحضر نهارتها برمي المحلين، فتم منعه من الحضور على خلفيه التصريحات، وهذا اللي ادى اللي انا اعلن تعليق حضوري في يعني شمس اثام على انه الهرب هذه انا نرفضها، وانسحب كل الفريق بتاع المحلين. اسبوع بعدها ما عرفنا شنو الحل في شمس اثام، وانه في عوض نحن ندرج المؤهل في الاذاعه الوطنيه ونخليوها قائمه، نخليو لها البراند نتاعها، الاصل التجاري اللي عملته، الاسم اللي عملته راهو باش يعرفوا، ما عرفش تعرف والا لا، اللي على مستوى اليوتيوب اي اول اذاعه في الجمهوريه التونسيه بثت على اليوتيوب. صحيح، كانت القناة نتاعها معروفة برشا على اليوتيوب وتعدي نقل مباشر لكل برامج. اي فاهم، راهو تعمل الزكستري نتاعها في البرنامج تاع زين الزيدي نتاع استوديو شمس، راهو يعمل 500 و600 الف راهو 800 الف فيو. انا عندي الزكستري نتاعي انا اللي يعمل 500 و600 الف اللي متعمل حتى اذاعة. صحيح، شمس فاهم هي الاولى في اليوتيوب وهي الاولى في اللايف، في اللايف تفوت حتى موزايك بارفوا. ما شنو اللي نعملو نحن؟ في عوض نحن نخليو الملكية التجارية، نخليو البراند تاع شمس، نحلو ونضخو أموال ونلحقوها بالإذاعات الوطنية، نقضيو ونقتلو شمس، ونوليو نتعاملو مع الموظفين نتاعها كديكا سوسيو، نهزوهم نلحقوهم هما بالإذاعة الوطنية واللي يخدموا في الإذاعة الوطنية ونسكروا. معناها في الآخر شنو نعملو؟ في عوض نبيعوا المؤسسة وهي ما نبيعوهاش للقطاع الخاص، وفيها مؤامرة وفيها لون سياسي مش ما تلحقهاش بالإذاعة الوطنية، تزوبها وتهز الموظفين. معناها هذا بينجم يكون إلا في خيارات سياسية في تعامل مع الإعلام. ما نحبش نحكي على الإعلام العمومي، لأنه الإعلام العمومي ما نظم موظفين يخدموا عند الدولة يتبقوا في تعليمات معينة، راهو الامر طال حتى ايقاف برنامج ابراهيم سعيد بالضبط. احنا بعد معناها فما توجه عام، ما نعرفش علاش، ما نفهمش علاش توجه عام في فما مضايقات في البرامج هذه ذات طابع سياسي واللي تحكي في الشان العام. فما مشكل كبير، فما تواتر في كل يعني البرامج اللي يولي اللي فما مشكل، مش صدفة، فما مشكل. بالضبط، يعني فما مسائل ممنوع الخوض فيها أو ممنوع الحديث فيها إعلاميا، تحس وكأنه فما مودردر معناها للمنابر كلها باش ما تشبتش. والله أنا اليوم أنا نتساءل علاش، لأنه اليوم نحن في بناء جديد. يا هل ترى الرئيس اليوم في حاجة الناس تدافع على البرنامج؟ لأنه انا والا برشا من امثالي انا احنا ما 25 جويلية، انا من الناس اللي دعمت القرار تاع 25 جويلية واعتبرته قرار ضروري لانهاء منظومة الاخوان. هذا في البداية استاذ، هذا في البداية، وهذا علاش هو الخلاف الرئيسي شنو انا احنا نعتبره. هل ترى انه لحظة 25 جويلية هي لحظة مراكمة؟ ما هو عندنا 10 سنين واحنا نفارق وصلنا 25 جويلية، وقت اللي برشا من الأذناب والأذيال هذه اللي تو تظهر ما كانتش موجودة، كانوا يخدموا مع الخوانجية. فاللي نحن كنا مهدين هما يخدموا مع الخوانجية. فبرشا ناس تعتبر 25 جويلية مراكمة جماعية. فما 10 سنين ناس تعرف العرب باش وصلنا لها. فما شكون يراه في لحظة شخصية؟ هذا طرف تاع الرئيس. لكن في كل الحالات راهو في السياسة ما يلزمكش تعارك مع الناس الكل، يلزمك تفرق بين العدو الرئيسي والعدو الثانوي او الخصم الثانوي. ما تنجمش تحط الناس الكل دون لو ميم بانيه. اللي قاعدين نشوفوا فيه اليوم وانه الناس كل في سله واحده 25، والناس اللي خدمت لقبل 25 تبقى في نفس المسير مع الناس مع الخنجي. به اليوم فما راشد الغنوشي وعبد الموسف الحق، اي هذه المفارقه، هذا هو المشكل. يعني الا طيح منظومه الاخوانجيه اليوم في الحبس.
دونك هذا هو الموضوع الحديث نتاعنا في الموضوع الثاني استاذ. نحكيه على القضيه نتاع الاستاذه عبير موسي زميلتك ومحاميه مباشره، يظهر لي شفت كيفاش تم خرق الاجراءات بالنسبه المتعلقه بالمحامي في عمليه ايقافها واحتجازها القسري كما تقول هيئه الدفاع نتاعها. دونك شفت اللي صار الكل، التنكيل النفسي، منع بناتها من زيارتها، بنتها الصغرى بالتحديد من زيارتها، معناها عدم الاستجابه لاي مطلب من مطالب هيئه الدفاع نتاعها، عدم استخراج كاميرات المراقبه اللي فيها دليل براءتها. دونك هذا الكل اللي قاعد، عدم الاستجابه لمطالب الافراج مؤخرا اللي تقدمت بها هيئه الدفاع ومرفوقه بامضاء عميد المحامين، يعني نشوفوا في تعنت كبير في ملف الاستاذه عبير موسي. انت استاذ عماد بن حليمه كيفاش تغزر له هالملف، وانت واحنا نحكيه هنا على ملف يمس من المحاماه بشكل عام، مش بشخص الاستاذه عبير موسي فقط او بانتمائها السياسي او بانتمائها الفكري، لا، هذه قضيه تتعلق بضرب المحاماه كهيكل، يعني كعمادة كهيئة. كيفاش تشوفوا الملف نتاع الأستاذ عبير موسي من اللي صار من الأول؟ شوف يا عبد الله، أنا بحكي عن المسائل الإجرائية المتعلقة بتتبع المحامي، ذيك حاجة هذه في الأول. أي أما أنا قناعتي الشخصية، أنا ما نحبش ندمج المهني مع السياسي. أي هي زميلتي ومحامية وكذا، متفاهمين. أي؟ لكن ما نحبش نوصل الى درجه ان نقول وانه هو اعتداء على المحاماه، لا، نحن نتوقف في التراث تاع البوليتيك تاع السياسه. لكن اي به انا المشكله اللي في مخي شنو هي؟ شنو هو الفعل المنسوب له؟ وشنو هي ريما اللي توقفت عليه؟ منسوب له انا مشيت قدام المكتب بالضبط، حط صوب مكتب وقال لك ده معناها كيفاش رفع السلاح، معناها المواطنين بعضهم على بعض، تحريض على رفع السلاح وكل شيء. خلنا نفسره، معناها الفعل المادي شنو اللي ساد؟ وانه مشات قدام اداره، شفنا فيها اداره تابعه للامن الرئاسي ولا تابعه اي حد، اداره عموميه من حق اي مواطن يمشي لها. يا سيدي نقولوا عن تعرك اي بايش، قولوا عم تعرك عم برز مع الموظفين مثلا. اي اوركو سي با فري هو راه. اي. شنو نقولوا نحن؟ واضح. اي شنو علاقته بالاعتداء على الدولة ذاتك؟ باهي. ما لو واحد غدوة مواطن يمشي يعمل عركة في بلدية ولا في وزارة يتعدى على الاعتداء على من الدولة الداخلي. يعني المشكل أعمق من الفعل المادي اللي صار. اي. ولذلك تآمر سامحني توا، انا كما في ملف الاستاذ عبير كما حتى في الملف الاخر نتاع فيفري 2023 إيه؟ انا ما عرفتش باهي، لكن لهنا يقول الادانه، الملفات ناطقه بالادانه، معناها ملف منظم في معطيات. بون هو بوتيتر يحكي على الملفات نتاع قضيه التآمر على امن الدوله. اي نحكي لك كلها في التآمر. يخرج رئيس يقول ملفات ناطقة بالإدانة، واليوم قدامي في البيلان قدامي أنا 10 شهور ومثلا لوجو على الإداناوي باهي، والرئيس نورمالمون محمول على الصدق. في ملف الأستاذ عبير إيه هي فش فرص، واحنا توا تليفونات مشات لدار الفنية متابعة الدولة وقالوا ما فما شيء، نعاودوا نجيبوا خبير آخر كذا. إي وين نحبوا نوصلوا؟ معناها نشدوا إحنا واحد إلى حين أنه كونوا له ملف. هذا هو معناه الإنسان العاقل يقول إن الإنسان عمل عركة قدام إدارة. إي توقف على عركة قدام إدارة مثلا، كانوا نجموا يقولوا ثبت العواد مثلا. إي هما هما استاذ سامحني، يعني هما ما ينجموش يقولوا لا يا عبد السلام معاك تقول انت معاك قدام اداره. اي ثم جرائم كي تحط ثم حاجه معقول، ولو انها كذب مثلا بالضبط، لكن حاجه معقوله. فهمتك. جيت تقول تطاول على مواطن، هذا جانب مواطن، تهديد موظف بالقوم، محاوله الاعتداء بالعنف الشديد على مواطن، هذه جرائم تتقبل. على حسب لي سيركونسونس على الواقع. اي لكن انا كي انت تقول لي مواطن عمل عركه قدام اداره نحيله انا في التامر على امن الدوله،
نقول لك كفاية عنصر الربط. اللهم انت كنت معامل على قضايا التليفون. اي وهنا اي معناها هنا هو مبرمج، هو اصلا استاذ مشكوك في القضيه كلها، لانه هيئه الدفاع نتاعها خرجت كونه المحضر نتاع الايداع وقرار الايداع حرر بتاريخ 2 اكتوبر، الوغ هي الواقعه صارت يوم 3 اكتوبر يوم اقتيادها الى مركز حلق الواد والمقر. لا 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 اما بون هذاك ايش نقول لك سي عبد السلام، انا ما نحبش هذاك لازم تكون خطا مات، خاطر هما نهار 2 اكتوبر في بالها في بالهم بها اللي يجي نهار 3 غادي. لا يعني يعني اتخاذ قرار ايداعها عبير موسي او ايقافها يعني موجود من قبل، بما انه 3 محاضر راهو بتاريخ 2 اكتوبر استاذ. لما نقعدوا نحلوا نحكوا على المستقبل، فما زوج مؤشرات. حسب رايي انا هذه قضيه ايقاف، هذه انا المبدا هذا قلت انا من قبل مش من طاول، من يدخل السجن بقرار سياسي لن يغادره الا بقرار سياسي. يعني اذا كان مش نشوف في الرمزيه السياسيه وانها اوقفت على خلفيه انها حبت قطعا فك الامر المتعلق بالمرسوم الانتخابات والجهاد. اي فالمنطق السياسي يقول وانه يقع افراج الافراج عليها بعد ما تنتهي الدورة الثانية متاع الانتخابات تاع مجلس الأقاليم والجهات. أها. هذا التقرير السياسي. إذا كان باش نتعاملوا مع دير موس كمنافس في الانتخابات المقبلة الرئاسية 2024 فلن يطلق سراحه قبل الانتخابات. وأنت في اعتقادك شنو الأرجح؟ والله انا ما عادش عندي خاطر لي بارامتر ما دخلت بعد ما عادش نجم تعرف، اما كل الشيء اللي ناكده لك انا وانها قضيه صحوة اصلا وفي جميع قوانين العالم التامر على امن الدوله الداخلي. ايش معناه هو الصراع على السلطه بين شخص يحكم وشخص أو مجموعة تحضر للانقضاض على الحكم، ما هو ضد 72 في العالم كله جريمة سياسية بامتياز. يعني هو ملف سياسي بامتياز. هو ملف سياسي بامتياز، معناها هذاك هو الوصف القانوني بتاعه، مش ملف حق عام، يجي في ظرف استثنائي للحقيقة، وإحنا نوصفه بطريقة منطقية، بدون انطباع. نحن إذا كان نقوله معركة سياسية بين المحكوم والحاكم في ظروف اللي هي بصورة هيكلية ما تتوفرش فيها المحكم العادي لسبب بسيط، وأنه هذا قلته من قبل مش كلام جديد قوله لك أول مرة، أنه في أنا كرئيس جمهورية نعمل المرسوم 35 اللي المرسوم 35 نخول به لنفسي أي. وأني نعزل القضاة من غير ما نعزلهم على مجلس أعلى القضاء، نعزلهم أنا مباشرة وبدون سماح، حتى سماحهم لا، كما صار مع 57 قاضي. يا صديقي تفجي أنت في قضية ذات طابع سياسي في التآمر على أمن الدولة اللي فيها خصومة بين من يحكم وبين من يعارض، ومن يحكم عنده المرسوم 35 ويمكن يعزل القاضي اللي عنده الملف، نقول لك هذا من الناحية الهيكلية واضح، قواعد اللعبة مخترقة. واضح واضح، نحكيو ما عادش نحكيو على يعني قضاء مستقل هنا بالمعنى هذا. لا ما من جنس، هذه ضد المعايير الدولية، مش الانتباع نتاعي انا راه. اي واضح، هذا انه رئيس السلطة التنفيذية يملك حق العزل المباشر للقضاة بدون سماح، بدون توفير ضمانات الدفاع على أنفسهم. جي داخل الصباح عندي وكيل جمهورية ولا حاكم تحقيق ويديروا يقول لك أنت مستحكم برا، ماش نحكيو على معايير بتاع استقلالية، سماح ماش نحكيو. واضح
واضح. باهي استاذ، انت وين حكينا نقطه هيك صغيره، بون انت قلت كونه ما نخلطش السياسي بالمحاماه، لكن توا من وجهه نظر قانونيه كيف كيف يا اخي، خرق مرسوم المتعلق بالبحث مع محامي او ايقاف محامي، معناها ما يشكلش خطر على هيكل المحاماه، ما يشكلش خطر على المحامين، ما يعتبرش تهديد ضمني للمحامين، ما يعتبرش ارسلمون، معناها ما تشوف متفاهمين. ما هذه مساله، شوف يا سي عبد السلام، هذه مساله اجرائيه، كان احنا طولين نحكيو على الكليات ماش نحكيو على الجزئيات، فهمتني؟ ومش اول مره يقع خرق الفصل 46 من قانون المحاماه، مش الاولى ولن تكون الاخيره. اي لكن معاملة محامي بالطريقة هذه، وانك ما تخليش محامي يدخل معاه للبحث الاولي، معناها 37 ولا 38 امني يبحث، هو محامي سامحني، هو البحث الاولي، اي مواطن عنده الحق في انه المحامي يدخل معاه للبحث الاولي، والمحامي ما ينجمش يصنع البحث الاولي بالقانون. اي فهمتك، لكن عنده الحق يدخل، الحق يصنعه، لانه المحامي حسب 46 من مرسوم 2011 المنظمة المحاماة ما يصنعوا إلا قضية تحقيق. اي واضح، لكن من حقه اي من منوب انه يدخل المحامي نتاعو حتى في البحث الاولي، هكا نعرفوا. اي اما هو المحامي بطبيعته ما البحث الاولي ما عندوش حق باش، اما هو تم منع الجانب الاجرائي، شوف اما هو تم منحهم، يعني شكلا تم منع، حتى معناتها المحامين الكل تم منحهم من مرافقتها ولا من الدخول لرؤيتها في الاستاذ، هذا الاستاذ هذا ما عادش مهم بالنسبه لهم. ما عادش مهم، ما مش هذا المهم، المهم اليوم كيفاش نحن ننقلوا مسألة متاع خلاف، قلوا أي قلوا صار خلاف، يولي اعتداء على أمن الدولة. ماذا في كان حد يطلع يتصرف في الموضوع هذا، أنا يعني عندي 30 سنة في المحاماة ونقد في كل قضايا سياسية، للخونجية، لليسار، للقومية، في عهد بن علي، بعد عهد بن علي ما ريتش انا كيفاش واحد يعمل عركه قدام الاداره يمشي بتامر على من الدوله. واضح واضح، يعني قضية سياسية بامتياز، وهي بيدها الأستاذة عبير موسي، قالت نعتبر روحي، هذا مؤخرا قالت ما عادش نعتبر روحي محتجزة قسريا أو سجينة سياسيا، نعتبر روحي رهينة، وهنا بال 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 بالمعنى الرهينة تعرف أنت شنو معناها رهينة سياسية، دونك وكأنه فما ضغط معناها، أو فما مقايضة، أو فما حاجة أنك تخرج وما تتكلمش ولا تخرج وكذا، هذا تتبينه الأيام القادمة، لكن هي رفضت ومعناها وقالت راني رافضة. والله أي هي ممكن راهي في كل الأزمنة موجودة حكاية المقايضات السياسية والمفاوضات، هذه موجودة بقى، هل تعرف ما صارتش، هذه حاجة ما نجمش نعرفها أنا. أيه تنعرفها أنا، ما دام تقول لي واحد رئيس حزب ومحال في قضية تاع أمر على الدولة، ينجم بالقانون وبكل القوانين الدولية إلا أنها تكون جريمة سياسية وتتبع عنده صبغة سياسية. واضح، قضية سياسية بامتياز. حتى في القانون الجنائي الدولي. اها. أنه كي مجرم تونسي مثلا موجود في فرنسا ولا في أي بلاد ومحل تتبع في التآمر على أمن الدولة، الدولة اللي موجودة على الإقليم نتاعها تمتنع من تسليمه، لأنه في كل تشاريع العالم أنه لا يجوز تسليم المجرمين السياسيين، وهذاك علاش كيف هما عملوا كما طالب التسليم في الجماعة اللي دخلوهم في التآمر للموجودين برا، المطالب بتاعهم الكل كان مآلها الرفض لأنها ذات خلفية سياسية. واضح 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 أستاذ، أستاذ يعطيك الصحة على المداخلة، أنا برشا ما عملناش حتى انترفيو، شكرا لك على كل الإيضاحات هذه، يعطيك الصحة، نورتنا، إن شاء الله في لقاءات إن شاء الله مباشرة قادمة، شكرا أستاذ عماد بن حليمة، شكرا.